أهلا بكم. تنوء الدولة العراقية بعد العام 2003 بنحو 7 ملايين موظف بحسب إحصاءات وزارة التخطيط في مختلف الدوائر الحكومية، إذ يشكل سداد رواتب هذه الجيوش المليونية من الموظفين والذين لا يعملون سوى 10 دقائق في اليوم يشكل ضغطا هائلا على الموازنة العامة للعراق. وتتزايد انتقادات الخبراء الاقتصاديين لضخامة هذه الكتلة الوظيفية الحكومية غير المجدية في العملية الانتاجية أو في دعم الاقتصاد، كما تنعدم أي أهمية تنموية واقتصادية بالنسبة للدولة العراقية، إذ نحو 70% من هؤلاء الموظفين فائضون عن الحاجة في وقت تصرف الدولة العراقية ما نسبته 60% من الموازنة الكلية، إذ يعد وجود هذه الكتلة الوظيفية المليونية في العراق المحطم في البنية التحتية والمفتقر لأي عملية إنتاجية أو تنموية هو نوع من البطالة المقنعة، بل يراها الكثير أنها رشا حكومية لتبريد الغليان الشعبي ضد فساد قوى العملية السياسية. جيوش الموظفين الحكوميين وانعدام إنتاجيتهم الفعلية وإرهاقهم للموازنة العامة هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: ما الأهمية التنموية والاقتصادية لجيوش الموظفين المليونية في العراق أو دورها في دعم الإنتاج المحلي؟ أليست بطالة مقنعة واضحة وجود 7 ملايين موظف حكومي يستهلكون 60% من موازنة العراق العامة السنوية؟ ثم ألا يعد الجسم الوظيفي الحكومي في العراق واحدا من أضخم الأجسام الوظيفية في العالم مقارنة بعدد سكان العراق؟ ما الذي يمنع وضع رواتب جيوش الموظفين الحقيقيين والوهميين في مشاريع استثمارية لخلق عمالة منتجة بدل الاعتماد على التوظيف الحكومي؟ وهل فعلا أن الرواتب التي تسدد لجيوش موظفي القطاع العام الحكومي هي نوع من الرشا الحكومية لتأجيل الانفجار الشعبي القادم؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، سعد محمد عثمان. تحول العراق بعد عام 2003 إلى بلد الملايين موظف من جراء البطالة والفساد الحكومي وانهيار البنية الاستثمارية والاقتصادية، حيث اعترف وزير المالية علي علاوي أن آخر إحصائية بعدد الموظفين والمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب من الدولة هو 7 ملايين موظف، وهو ما يشكل ضغطاً هائلاً على الموازنة المالية العامة. وسط انتقاد الخبراء الاقتصاديين والماليين لتضخم هذه الكتلة الوظيفية الحكومية غير المجدية في الإنتاج أو دعم الاقتصاد، ويؤكد هؤلاء الخبراء أن نحو 70% من هؤلاء الموظفين فائضون عن الحاجة، بينما تشكل رواتبهم السنوية نحو 60% من الموازنة الكلية. وهذه الكتلة الوظيفية في الحقيقة هي بطالة مقنعة واضحة تفاقمت تدريجياً بسبب الفشل الحكومي المستمر في توظيف ما تحقق للعراق من أموال طائلة في مشاريع استثمارية لخلق طبقة عاملة في العراق تغني عن الاعتماد على التوظيف الحكومي. ومن الواضح أن وزارة التخطيط تبدو عاجزة أمام العدد الكبير للموظفين، كما أن التسديد للوظائف العامة الذي يحصل كل عام مع إقرار موازنة الدولة يمثل عامل استنزاف حقيقي للاقتصاد العراقي، بعد تحول الوظيفة الحكومية إلى ملجأ حماية وحيد ليس أمام العراقيين من سبيل للعمل والتوظيف سواه. لكنها بطالة مقنعة وإن ارتدت رداء الوظيفة الحكومية التي لا يستغرق إنتاجها اليومي سوى 10 دقائق فقط وفق إحدى الإحصائيات الرسمية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في ضخامة الجسم الوظيفي في العراق مع إعلان وزير المالية عن وجود 7 ملايين موظف في القطاع الحكومي. أضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، سيكون معنا عبر تطبيق زوم الدكتور سعد محمد عثمان الخبير الاقتصادي الدولي. أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين، حياكم الله. ونبدأ مع ضيفنا الدكتور سعد محمد عثمان. دكتور، ما الذي يعنيه لدولة للناحية الاقتصادية التنموية عملية الإنتاج أن يكون موظفوها بهذا العدد، هذا الجيوش المليونية الموجودة في العراق 7 ملايين موظف في القطاع الحكومي مدني وعسكري من غير الوهميين الموظفين الفضائيين أو الوهميين، يستهلكون 70% من موازنة الدولة العراقية السنوية؟ مساء الخير عليك وعلى جمهور المشاهدين، وشكرا لهذه الاستضافة لموضوع مؤلم حقيقة ومؤشر خطير لانهيار الدولة.
البطالة المقنعة هي طبعا مرض وآفة، لأن يفقد حتى اللي يأخذ راتب بهذه ال10 دقائق اللي تفضلتوا فيها في تقريركم يعمل، ما هي الخبرة اللي راح يكتسبها إذا فقد الوظيفة؟ المشكلة في التوظيف في العراق أنها تخرج نهائيا، أعطيني فرصة أتكلم عن شغلتين، تفقد الفرصة نهائيا لأي أساس اقتصادي في عملية التوظيف، والأهداف السياسية معروفة. بدأت القصة من 2003 عندما تم تحطيم هيكل الإنتاج غير النفطي من زراعة وصناعة، وكلنا عشنا شفنا أنه أكثر من 600 مصنع كبير، ويقال بأن الاستثمارات فيها كانت تصل إلى 500 مليار في أسعار ذاك الوقت. تم تحطيمها نهائيا مع الأرض بأيادي الشعب، واللي سموها الحواسم أو شيء من هذا القبيل. طبعا هي أجندة، يعني الشعب بسيط ما يعرف شو يسوي، وكذلك تجفيف المزارع والمياه وسرقة الماطورات. والمهم كان الهدف الأساسي هو التحطيم الكلي لبنية غير نفطية، وجعل العراق فقط بئر نفط يستفاد منه من يستفاد، سواء من الغرب أو المحيط الإقليمي. فكانت الفرصة حتى يستمرون بالنظام ل20 سنة أنه يوزعون جزء من هاي الكعكة الكبيرة اللي هم يستحوذون عليها للناس البسطاء. فبدأوا عملية التوظيف العشوائي اللي لا يستند إلى أي حاجة فعلية، وراح أثبت لك بالبيانات، لا يستند إلى أي حاجة فعلية في الوظائف وفي الجيش كذلك. يعني الجيش أنشئ جيش جرار يعادل جيوش الدول العظمى في أمريكا وغيرها، وكذلك عدد الموظفين. والهدف هو أنه الكعكة الكبيرة تم الاستيلاء عليها، وما تبقى من فتات يوزع على الشعب. والصحيح أن الجميع فرح بأنه لديه راتب بال500 ألف وما فوق، ولكن احسب هذا الراتب بال500 ألف إلى أين يذهب؟ يذهب إلى كهرباء مقطوعة بأسعار مرتفعة، يضطر يستخدم إلى مياه آسنة ومياه غير صحية، يضطر أن يشتري المياه المعبأة إلى 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 فتجد أن حتى ال500 وال600 هي حد الكفاف. ولذلك حد الكفاف في العراق يسميه الحد الحديدي، بحيث أنه 38 إلى 40% من الشعب العراقي عايش على حد الكفاف، وهو غير منطقي. راح أضرب لكم أمثلة. ال7 ملايين ماذا تساوي؟ تساوي تقريب نصف سكان في سن العمل، اللي هم أتوقع 15 مليون، 50% من الناس تشتغل لدى الدولة. خلينا نقارن هذه النسبة في دول أكثر رفاهية وإنتاجية وقسم منها ما بها نفط، وناخذ المغرب. المغرب عدد السكان 37 مليون، العاملين لدى الدولة 538 موظف فقط. السعودية 1.5 مليون، وعدد سكانها 34 مليون و81، وهذا بلد رفاهية وإمكانات وإلى آخره ودوائرها. أما اللي يعملون بالقطاع الخاص فهو 2 مليون. الجزائر اللي هي 43 مليون، 63% من القوة العاملة تعمل في القطاع الخاص، ولا يزيد عدد العاملين عدد القوات مع القوات الخاصة أعتقد عن 1 مليون شخص. فأنت قارن. إذن العراق أنا ليش اختاريت دول نسميها البنج مارك، المقارنة، لأن دول تقريبا تشترك مع العراق بكثير من المواصفات، منها السكان، منها الجغرافيا، منها إلى آخره. فماذا تسمي نقول ستة، أنا في تقديري ستة ملايين، يعني ما أريد أجرح أحد، يعني دول هم مساكين ما عندهم فرص، لو عندهم فرص كان راحوا إلى فرص أفضل. الدولة عقد اجتماعي بين الشعب، يعني أنا أحكمك بس عقد اجتماعي وحتى اقتصاديا. اسمح لي في هذه النقطة أيضا، هناك دكتور هناك من يقول ربما ال7 ملايين الحقيقة ليسوا لا يشكلون حاجة للدولة العراقية، لكن مع هذا الوضع المنهار في العراق وانهيار القطاع الخاص وانعدام أي فرصة استثمارية أخرى، هذا التوظيف الحقيقة هو حاجة للمجتمع. هؤلاء الشباب أو الموظفون أصحاب العوائل أين يتوجهون؟ هناك من يحسبها كأنها تحسب نقطة للدولة أنها تحتضنهم على الأقل احتضانا مرحليا، أن يتجاوز هذه المرحلة عسى أن تكون هناك آفاق من الانتعاش الاقتصادي أو أن تكون هناك عملية تنموية. مقبول هذا الكلام؟ هذا مقبول لو مثلا نسميها العلاج الآني. كنت أنا أجيب الحديث، كثير من الدول
تواجه مسألة البطالة وأحيانا الكساد اللي نسميه التضخم إلى آخره. يعني واحدة منها تاريخيا، يعني واحنا نفتخر كثير من الأخوة الآن في الاقتصاديين اللي يعملون في مؤسسات مهمة في العراق، هم تلاميذنا وعطيناهم الماجستير والدكتوراه، يفترض أن تعلموا من عندنا، تعلموا على أساس أقل شيء المبدأ هو النظرية العامة للدخل والاستخدام اللي جاء بها كينز، اللي واجهت بها بريطانيا أسوأ أزمة عام 29، الشعب جاع، سووا نظرية اللي هي نظرية الدخل والاستخدام، أنه أنت تخلق أعمال حتى أعمال بسيطة في البداية، بس هاي تكسب مهارات ثم تكسب دخل، وهذا الدخل راح يتجه إلى تنشيط الحركة الإنتاجية. العامل النقص في الموضوع في العراق أنه هيكل الإنتاج مقصودا أو غير مقصودا، وأعتقد مقصودا، تم تدميره. كانت أخي الزراعة تشكل 27% و17% الصناعة، وملايين يشتغلون بالزراعة والصناعة، تم تحطيمها. الآن شعب شي واجه، ماكو فرصة، وين يروح؟ فغصبا ما على الدولة أن توجد له وظائف وتعطيه رواتب حتى يقدر يستمر، لأن الجوع تعرف إذا يعني الفقر قد يسبب مشاكل كثيرة وعدم استقرار. سنتحدث دكتور عن قضية حقيقة منح هذه الرشا، كما يقول البعض الرواتب الحكومية هي رشا لتأجيل الانفجار، لتبريد هذا الغليان الشعبي الذي الكل يتحدث، حتى الأمم المتحدة وممثلات تحدثت أكثر من مرة عن أن هناك انفجارا شعبيا يعني قادما إذا ما استمرت الأمور بهذا الشكل. دكتور رافع الفلاحي، كيف ساهم الفساد الحكومي، المحاصصة، سوء الإدارة، سوء التخطيط في نشوء هذه الجيوش المليونية من الموظفين، المليونية من الموظفين في القطاع العام، وترسخها وبقائها كطبقة؟ هذه جيوش مليونية من الصعب أن تعالجها، كيف ساهمت المحاصصة والفساد في نشوءها وبقائها؟ شكرا جزيلا أستاذ ماجد، وحييك وحيي ضيفك الكريم دكتور سعد محمد عثمان. الحقيقة عندما نتحدث عن هذا الجيش الهائل من الموظفين، 7 ملايين موظف كما يقول وزير المالية الحالي، وكلمة مباشرة يعني تقفز إلينا عبارة البطالة المقنعة التي هي يعني مرادفة للترهل، والترهل حالة لا يمكن قبولها في دولة نفوسها 40 مليون وبها عدد الموظفين 7 ملايين، يعني ربع سكان العراق ما أو ثلث سكان العراق ربما هم من الموظفين. الفكرة جاءت من البداية، نعم هناك فساد وهناك خراب وكل هذا صحيح جدا، وماكو فكر إدارة، ماكو فوضى، هذا كله صحيح، لكن في المقابل هذا هم فكروا بالطريقة التالية. هذه الأحزاب عندما جاءت، والكثير منهم يتحدثون بالنمط السياسي، قالوا عندما جئنا إلى العراق لم تكن لدينا يعني قوة تسندنا، لم يكن لدينا عمق جماهيري، اتكأنا على الطائفية. الفكر الطائفي أججوه في فترة معينة، لكن مع هذا الفكر الطائفي هناك فكر شيطاني لربط أكبر مجموعة من الناس، أولا يرتبطون بالدولة ليأخذوا رواتب عالية مثل ما يقولون، هم يسمونها رواتب عالية، وفصلها الدكتور سعد عندما قال تذهب كلها في يعني تحصيلهم للحياة، كهرباء وماء وخدمات وما أعرف وتداوي وأطباء، وبالتالي كل شيء لا يكسبون الحقيقة. لكن هم أرادوا هذه 7 ملايين ترتبط معهم ارتباطا وثيقا، يستطيعون السيطرة عليهم. بدليل سأعطيك مثالا ربما هو المثال الأقرب للواقع، عندما حدثت ثورة تشرين وخرجوا الشباب وقتلوا في الشوارع وكانوا ينادون نريد وطن، كانت كل العراق كان يزور ساحات التظاهر والكل يزورونه، لكن عند وقت الذروة عندما تخرج التظاهرات بموجاتها الكبيرة كان الناس تأمل أنه هذا الجيش من الموظفين أن يسند هؤلاء الشباب، يسندهم كأصدقاء وأخوة وزملاء وآباء وهكذا يسندهم، لكن وكانوا يريدون أن يسندونهم، لكن من منعهم؟ منعتهم التعليمات الإدارية من أحزاب وقوى العملية السياسية التي قالت، والحكومة بلسان الحكومة، أنه من يخرج إلى التظاهرات سيمنع عنه الراتب، سنقطع راتبه، سنفصله من الدولة. فلذلك
لم يستطيعوا، لم يجرؤوا على المساهمة في الدفاع عن هذه الثورة التي قمعت بالحديد والنار وقدمت 1000 شهيد من الشباب و30 ألف جريح من الشباب وقمعت بالطريقة هذه وما زالت جذوتها موجودة. هذا جزء من التفكير الشيطاني الذي جعلهم يتوسعون بهذه الطريق، دعك عن الفساد والخراب والفوضى وعدم وجود سياسة إدارية، سياسة عامة غير موجودة، تخطيط غير موجود، تنمية غير موجودة. فبالتالي هذا الموضوع الموجود. إضافة إلى هذا، عندما يتحدث الدكتور سعاد الآن عن أنه صناعة ما موجودة، زراعة ما موجودة، قطاع تجاري ما موجود، قطاع خاص ما موجود، أنت لديك قوى بشرية هائلة، أين ستذهب بهم؟ أنت تدفعهم إلى الصناعة في كل الدول، تدفعهم إلى التجارة، والعراق يستوعب كل هذا العدد وينتج شيء. قطاع خاص وقطاع عام، أنت لديك مصانع، لديك مفروض هكذا دولة عندها أموال هائلة، فبالتالي تصنع وتنتج أشياء يستفيد من عندها المجتمع. في العراق الآن تحول منذ 20 سنة لحد الآن، منذ احتلال لحد الآن، إلى بلد مستهلك، سوق مفتوحة لبضائع الآخرين فقط. العراق لا ينتج شيئا وليقولوا لنا ما ينتج، يعني حتى الكهرباء التي ينتجها للمواطنين هي كهرباء مستوردة من الخارج وتستورد بغاز إيراني وما أعرف منه، ورغم أنه إحنا ما عندنا غاز وجبنا المولدات التي تولد الكهرباء هي غازية. نعم. هذا كل جزء من تخطيط مخطط له مسبق لكي يصل العراق إلى حالة مثل ما قال مرة أخرى دكتور سعد، إلى بير نفط ينتج نفط، وتذهب هذه الأموال إلى جيوب الفاسدين ولا جيوب من يحتاجوها، من يوزعون لهم، من يأخذ حصته من شركات أجنبية ودول إقليمية ودولية، وبالتالي ما يحصل عليه الشعب العراقي. هذا جزء مما تقوله أنت، ريشة للشعب. سنتحدث عن النقطة دكتور. نعم. اسمح لي دكتور سعد، الحقيقة هناك من يتحدث أنه عن وجود هذه الجيوش المليونية من الموظفين، وإن كانوا موظفين حكوميين بعقود دائمة برواتب، لكن الحقيقة هي بطالة مقنعة. ينطبق عليهم فعلا هذا التوصيف أنها بطالة مقنعة، موظفون حكوميون هؤلاء في بطالة مقنعة؟ أليس هذا تناقض بين عنوان التوظيف الحكومي والبطالة المقنعة؟ يعني أنا من قلت لك في المغرب 37,538,000 موظف، يعني شقد يشكلون نسبة جدا بسيطة، أقل من 5 إلى نسبة العراق اللي يشكلون تقريبا 50%. البطالة المقنعة أولا تعريفها شنو؟ هي العمل بدون إنتاجية. شوف، احنا كخبراء ومستشارين قسنا الإنتاجية في دول كثيرة. الإنتاجية تقاس بنسبة الإنجاز في الساعة في الساعتين. في أغنى دول الخليج من يشوفون الإنتاجية للموظف قليلة عن طريق الأداء والتميز المؤسسي، سميونا كنت للشرف أنه قست التميز المؤسسي في أكثر من مؤسسة ودائرة ووزارة. التميز المؤسسي يطلب منك ليس العمل بشكل اعتيادي، إنما فوق المعتاد تحقق نتائج. هذا المسكين من اللي يجيبوه خريج كلية وشي ينطوا وظائف وقاعدوا ينطوا 500,000 600,000 ومليون، هو شنو راح يسوي؟ هو عمل ورقي، والباقي راح يتعلم عادات ويكتسب خبرات سيئة منها. تعرف أنت الآن انتشار الرشوة من أدنى مستوى إلى أعلى مستوى، ماكو معاملة تمشي بدون رشوة، هي هاي سببها البطالة المقنعة اللي الإنسان اللي ما عنده مهارات شي يسوي يتعلم العادات السيئة، والعادات السيئة هي واحدة منها أنه شلون تعطل معاملات الناس. إحنا في الهند مثلا يلجؤون إلى التوظيف بسبب 1,300,000,000 فيجزئون المعاملة حتى يقدرون يشغلون. شو يشغلوا؟ 20 دولار بالشهر، 30 دولار، 40 دولار. لكن في العراق شعب ذكي وقادر، انت حتى لو عندك بطالة مقنعة دخلهم دورات، حولهم إلى ناس منتجين، ما تخالف. الآن صناعة ما نضجت، بس من الآن تهيأ. الآن لن تبقى حتى الصومال دخلت إلى الحكومة الإلكترونية والإدارة الذكية نسميها، اللي هي شوف دول الآن الموظفين ماذا يعرفون؟ هو التكنولوجيا جاية إلى كل العالم حتى العراق، شلون راح يواجه المهارات المطلوبة الآن اللي هي 10 مهارات يجب أن تتوفر بعد 5 سنين 6 سنين 7 سنين؟ لا يستطيع إلا إذا أنت تكون
في بلد جزيرة منقطع. العراق بلد مو بجزيرة، كل العالم يريد يتعامل معه، كيف يتعامل مع نوعية من الموظفين ما يعرف. أنا مرات يرسلوا لي طريقة الهوامش، طريقة هاي ترجع للزمن العثماني، ترجع للزمن يعني عيب. إحنا بالقرن بالعام 22 ولحد الآن ما عندنا مستوى متكامل. الدول الآن تتباهى إنه وصلت 95%، تصور يعني خلال أقل من 10 سنوات وصلت إلى 90 إلى 95% من الخدمات الإلكترونية والذكية عن طريق الهاتف يديرون الإدارات. إحنا الآن مو نحكي زوم محاضرة وياكم، أكثر من زوم الآن أصبح بعد بالبصمة وأصبح التكنولوجيا. يعني هي هذه السياسة الحكومة إلى وين تودي الناس؟ يعني هذا أفرص صارت أزمة واضطرت أن تواجه الآن يسموها الاستغناء عن الموظفين. زين وين راح يروحون دول؟ ايش راح يصير مصيرهم؟ ماكو تفكير استراتيجي. يعني وزير الماليه يقول 7 ملايين، طيب اضع حلول، انتم سووا فد برنامج اعاده تاهيل توزيع دول الناس، نموا القطاع الخاص، نموا قطاعات انتاجيه. انتم يعني هي ما يخالف امنتوا بالله انه هناك سرقات بالمال العام كذا، لكن خصوصيه في العراق انه هاي الاموال تطلع ما ترجع. كثير من البلدان بيها رشد، نسمع احنا يعني نتابع، لكن شوفهم يسوون مؤسسات، يسوون مصانع. احنا عندنا بس سوى مولات، ما خالف خدتوا استثمروها بالزراعة، استثمروها كل كذب. هذا ما يمارب الآن الزراعة حتى أحيانا. دكتور اسمح لي سنتحدث عن عن المانع أو الموانع التي تحول دون وضع هذه الأموال الهائلة التي تصرف كرواتب ل7 ملايين موظف حقيقي ووهمي في مشاريع استثمارية لخلق طبقة منتجة فعليا. هناك من يربط أيضا بين وجود هذه الملايين من الموظفين الحقيقة وبين تفشي الفساد وانتشار الفساد الحكومي وتجذر، والآن من الصعب أن يقتلع هذه الملايين من الموظفين التي تعطى رواتب 500 ألف 400 دولار. الحقيقة الموظفون غير معتمدين على هذه الرواتب في بلد مثل العراق، الحقيقة فيه غلاء فاحش خاصة في السكن وغيرها، وكأن الدولة الحكومة هي من تساهم أو تشجع أو تغض الطرف عن الفساد الحكومي الذي تقول أنها تريد أن تكافحه. هل ثم ترابط فعلا بين هذه الكتلة الوظيفية المتضخمة وهي الأضخم في العالم وبين الفساد وتفشيه؟ سؤال موجه لي. نعم نعم، هو طبعا سياسة وأجندة، الهدف منها شوف جدا بسيط، انه بلد لا ينتج غير النفط. انا قلت النفط هو ماده تنضب وبالتالي معرضه لازمات. اما قضيه التوظيف فهو كسب سياسي هو معروف، والكسب السياسي بدون التفكير بالمستقبل. ولذلك الدوله القصور انه وظفت 7 ملايين، لكن اعاده تاهيلهم وتمكينهم من المستقبل القادم هذا غائب عن الاجنده نهائيا. يعني هاي يعني نوع من خلينا نسميها من الضحك دوره، ما ادري هاي مو هيك التاهيل. احنا عشنا شعوب خلال سنوات 20 سنه 15 سنه طورت نوعيا موظفيها وناسها وتشجع من الكليه. شوف هاي كوريا من يديرها؟ يديرها القطاع الخاص. الدوله من الابتدائيه تسوي هذا الطفل يتعلم شلون يصنع مكعبات حتى يصنع صناعه. احنا في هذه الدوله العراق مع الاسف لا يوجد تفكير بتنميه. شوف لو اكو اقتصاد واكو تنميه صناعيه وتنميه زراعيه ثق لا يظل ارهاب، لا يظل مشاكل، لا يظل. ولكن هم يلعبون على شغلات اللي هي الطائفيه، التجهيل، البروباغندا. هذه طبعا انت هذا ليس بحسن نيه، مستحيل ان يكون بحسن نيه. ولكن خلينا نقول احنا كنا نحب البلد ونريد البلد يستقر. شو النتيجة بعد 5 سنين؟ يعني ذولا الناس هسه تنطي 500، ما راح يقنع بال500 ويا هذا التضخم الجاي، ما راح يقنع بالمليون، ما راح يقنع. يعني انت حتى زيادة الرواتب هي ليست وسيلة لمعالجة أزمة اسمها الجوع في الشعب. يجب انت تنطي فرصة، اعطيني علمني الصيد لا تعطيني سمكة. نعم. هذه المبدأ شلون الصين صارت؟ شوف احكي لك قصة ولو راح اخذ باختصار. دكتور عندنا فاصل. صار جدا هولندا من أول الشعوب اللي اكتشف فيها النفط. الشعب الهولندي كله عاش على واردات النفط، فجأة قبل 100 سنة فجأة النفط عندهم انحسر انتهى، لأن صارت دول كثيرة تنتج.
الشعب ما تجوع. العقلاء بهم ايش سووا؟ يسموها الامراض الهولنديه، رجعوا الناس للزراعه. الان هولندا من افضل البلدان، من افضل المنتاج الحيواني والزراعي في العالم، وتعيش على الزراعه ترى، لا على النفط ولا على غيره. يعني حتى السياحه لا تشكل مقياسا، ماكو بلد بالعالم ما وصلت جبن الهولندي. يعني هم الشعب هو مذنب، يعني انت الشعب ايضا لازم يفكر. والله اشكرك، تاخذ 500 دكتور، اشكرك واعتذر من عندك. مضطرون ان نتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لاكمال النقاش مع ضيوف حلقه طاوله حوار لهذه الليله، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في جيوش الموظفين في القطاع المليونية في القطاع العام وضغطهم على الموازنة العامة وانعدام إنتاجيتهم الحقيقية. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور سعد محمد عثمان. دكتور رافع، قبل حوالي سنة ونصف حكومة الكاظمي طرحت ما يسمى بالورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي لمعالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد العراقي. الآن ليس هناك من إصلاحات، الوضع في العراق يتفاقم اقتصاديا استثماريا وظيفيا، هذا الجسم الوظيفي هو الأكبر في العالم مقارنة بعدد السكان، ولولا ارتفاع أسعار النفط الآن الجماعة يبدو ملقة وحتى يسددون رواتب ولا لربع هؤلاء. أين هي ورقة الإصلاح الاقتصادي البيضاء؟ فعلا أستاذ ماجد، يعني قضية تزيد الرواتب وصلنا إلى حالة عندما كان النفط منخفض، صار النفط برميل النفط منخفض وصل إلى 20 أو كذا، كان واردات العراق النفطية يعني ما عندنا غير النفط يأتينا حدود 2.5 مليار إلى 3 مليارات دولار تأتي، الآن يقولون 10 مليارات تأتينا شهريا، عندما كانت 2.5 مليار 3 مليارات، والرواتب يدفعون هم يقولون ندفع 5 مليارات 5 مليار إلى 5.5 مليار دولار شهريا، فبالتالي كانوا يستلفون استلاف داخلي وخارجي، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها تنصح وعدها خطط قلل حجم العاملين ما أعرف سووا، هذه كلها الخطط الاقتصادية لا تنفع، لأنه الأساس في كل هذا هم لا يريدون أن يبنوا سياسة حقيقية تنهض بالبلد. من 20 سنة لحد الآن أنت تسأل وأنا أسأل والكل يسأل، هل هذه السياسات، هل هذا الوضع العام ينبئ بأن هناك من يريد أن ينهض بالعراق أم يريد أن يتراجع بالعراق؟ الحقيقة 20 سنة العراق يتراجع، كل البنى التحتية التي كانت عند العراق الآن انتهت، يعني خذ البنى التحتية في كل شيء بالخدمات كلها انتهت الآن، هذا كله يحتاج إلى أموال كبيرة جدا جدا. عندما تصرف أنت الآن، عندما نحسبها حسابات طبيعية بالرياضيات، عندما يكون عدد الموظفين 7 ملايين ورئيس الوزراء الحالي يقول احنا ندفع 5 مليارات إلى 5.5 مليار شهريا فقط رواتب، بما معناه انه حوالي 60 مليار او اكثر من 60 مليار سنويا. دكتور مناسبة، الجسم الوظيفي الموجود في العراق مقارنة بعدد السكان هو الأضخم على كل مستوى العالم. نعم نعم نعم، هاي الحقيقة، لانه فأنت تدفع له نصف الموازنة، نصف وارداتك السنوية، يعني أنت تأتيك 10 ملايين، إذا ما النفط ظل بهذه الأسعار العالية وسينخفض، مهما ارتفع سيعود إلى الانخفاض، الآن أكو أزمات دولية وربما يعود إلى الانخفاض، وإذا انخفض هذه السلعة لا يمكن التحكم بسعرها الحقيقة، ولا يمكن الاعتماد عليها في بناء دول، في بناء مشاريع ضخمة تنمو بها الدول، فبالتالي أنت نصفها تدفعها رواتب، وهذه الرواتب بلا إنتاج بلا فائدة، يعني ما هو الإنتاج الذي يقدمه؟ ليس فيها إنتاج، ليس هناك سلعة تنتج عدا الأعمال الورقية البسيطة اللي إنتاج ولا تساوي شيئا، والرشا والناس تعاني وتشتكي من كل دوائر الدولة،
لا خدمات ولا كهرباء وكل شيء ما عندك أنت، فبالتالي تحتاج حتى تطبق الورقة البيضاء اللي حضرتك تكلمت عليها اللي هي 70 ورقة منها هي كلها 100 ورقة، 70 ورقة منها هي حكي إنشاء لوصف المشكلة، و30 ورقة تحكي عن تتكلم عن يعني خطوات للنهوض بالاقتصاد العراقي، لكن هذه الخطوات تحتاج إلى استثمار أموال، استثمار رأس مال بشري، استثمار طاقات، تفكير، خطط تنموية، هذه غير متوفرة. أنت تحتاج حتى على مستوى المال، إذا كنت نصف وارداتك تدفعها إلى الموظفين بلا إنتاج والنصف الباقي أنت تحتاج به تبني، تدفع ديون إلى العالم لأن العراق مديون، تدفع به لشركات أجنبية تستخرج لك النفط، مشاكل كثيرة والسرقة والفساد والخراب والدمار، وبالتالي ما الذي يبقى لكي تستثمره؟ أنت عندما ترى الموازنة ترى الجزء الاستثماري فيها لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا يعني الحقيقة، كل الأموال ذاهبة باتجاه آخر، فبالتالي أنت تحتاج إلى بنى تحتية، أنت عندما تحيي الصناعة مرة أخرى أنت تحتاج إلى بناء صناعي جديد، هذه كل المصانع انتهت، تحتاج إلى بنى تحتية، إلى طرق، إلى مواصلات، إلى مباني كبيرة، إلى مكائن، إلى ناس تدربها، إلى ناس تعلمها، إنتاج تدخل به السوق تنافس به، هذه كل خطوات تحتاج إلى زمن طويل وتحتاج إلى مال واستثمار بشري واستثمار مالي، هذا غير متوفر في العراق. إذن هذه الورقة البيضاء مجرد ورقة مستهلكة لا تساوي شيئاً، ارميها في سلة القمامة، والعراق كتب مثلها، والدكتور سعد ومثل علماء كثيرين من العراق يستطيعون أن يكتبوا أحسن من هذه الورقة بكثير، لكن من يطبقها؟ تطبيقها وين بالعراق؟ تحتاج إلى حكومة رشيدة، إلى فكر، إلى تنمية، إلى خطط، إلى إرادة سياسية من البداية بالنهوض بالبلد، هذه غير متوفرة الحقيقة، فبالتالي نحن أمام كارثة مصممة ليلبس العراق، وهذا الوضع بسبع ملايين موظف، بهذا الترهل، بهذه البطالة المقنعة مطلوبة لكي يبقى العراق متخلفاً بهذه الطريقة ويبقى يئن ويتحرك ربما يحبو، والعالم تركض وتركب طائرات وتركب صواريخ للوصول إلى أهدافها ونحن نحبو في الوصول إلى لا شيء، هذه هي الفكرة في مجموعها، لذلك الورقة البيضاء اللي حضرتك تسأل عنها لا تساوي شيئا. دكتور سعد، الجسم الوظيفي الحالي الحكومي في العراق هو طبعا واحد من أضخم الأجسام الوظيفية في العراق مقارنة بعدد السكان، مع تحطم القطاع الخاص، مع عدم وجود أي أفق لفرص استثمارية في العراق بسبب الوضع الهش أمنيا ومنهش على كل مستويات، ليس أمام العراقيين أمام الشباب إلا الوظيفة الحكومية، وهناك أيضا تصريح لوزارة التخطيط تقول أنه سيكون نصف سكان العراق هم من الذين ولدوا بعد العام 2003. إذا ما بقى الوضع بهذه الصورة، بهذا الترهل الوظيفي، وليس أمام الشباب العراقي سوى الوظيفة الحكومية، وتضخم هذا الجسم أكثر، ما هي التأثيرات السلبية على الوضع الاقتصادي في العراق في المرحلة القادمة؟ دكتور سعد التليفون مجاهز. طيب دكتور، هناك من يتحدث دكتور رافع الفلاحي أنه هذه الرواتب التي تسدد للموظفين الحكوميين، موظفي القطاع العام، الحقيقة هي نوع من الرشا، هؤلاء الموظفون غير المنتجين، غير المجدين في العملية الإنتاجية، في أي عملية تنموية أو استثمارية، هو الحقيقة عملية رشا لتأجيل أو تبريد هذا الانفجار الكبير الشعبي، والذي تحدثت عنه ممثلة الأمم المتحدة في العراق أكثر من مرة، هناك انفجار شعبي من الصعب السيطرة عليه. فعلا أستاذ ماجد، لأن أنت عندما تقيس أنه يعني هذه الكتلة الكبيرة اللي نسميها أكبر كتلة بشرية الآن، نعم، في الوظيفة، عندما يعني لو أردنا هكذا نطبق عليها برنامجا معينا ونطلب من نصف هؤلاء العاملين بالضبط 50%
من السبع ملايين 3.5 ملايين نقول لهم روحوا اقعدوا بالبيت، وثلاث ملايين ونص يشتغلون، هل سيتغير الانتاج؟ هل ستتغير طبيعه ما ينتجونه؟ ابدا لن تتغير. دكتور الحقيقه وقت الانتاجيه للموظف وفق دراسه الموظف لا تتجاوز 7 إلى 8 دقائق 10 دقائق. نعم نعم 7 إلى 8 دقائق. فبالتالي انت امام كارثه كبيره الحقيقه، اذا حضر لا يعد واذا غاب لا يفتقد الموظف. فبالتالي وجود هؤلاء إضافة إلى هذا أنه كل أصحاب يعني كل موظف الغالبية العظمى هم ليسوا في أماكنهم الحقيقية، يعني ما تجد بشهادته يعمل في الوظيفة التي تحتاجها شهادته. نعم. أبدا. تجد مهندس يعمل في الصادر والواردة وفي قضية إدارية، تجد طبيب ما أدري وين يعمل في صناعة بالكهرباء هكذا. المهم وظيفة ويأخذ من وراءها راتب وانتهى القضية، وتجد ماجستير ودكتوراه ويعملون في أماكن لا علاقة لها، يعني لا علاقة لهم علاقة لها بشهادتهم وتحصيلهم الدراسي أبدا. وتجد ناس ما ماخذين شهادات أيضا ويشغلون أماكن ومناصب عالية جدا. هذا الوضع وضع يعني ملتبس، وضع شاذ، وضع غير طبيعي، ملتبس، غير حقيقي. فبالتالي أنت أمام كارثة لا يمكن معالجتها بالطرق الطبيعية والطرق الاعتيادية. أنت تحتاج إلى ثورة كاملة تعيد الـ الـ الأمور إلى نصابها، سياسة عامة، سياسة إدارية، سياسة اقتصادية أخرى جديدة تسيطر على هذا وتعيد البلد. هذه يحتاج لها إلى فكر وطني، إلى فكر آخر غير الفكر السائد الآن. دكتور سعد، لو أن النظام، الحكومة، خبراء الاقتصاديين فكروا بعملية ترشيق تقليل لهذه الجيوش المليونية من موظفي القطاع العام يرشقوهم، ما هو المطلوب؟ هل هناك من سبيل لترشيق هذه الجيوش المليونية من موظفي القطاع العام؟ ممكن؟ هو طبعا اعتقد لا يجرؤون الى هذا، لانه هي اصلا هو مكسبهم هذا في رضا، يعني الخيط اللي ماسكيه لضمان الاستمرار هي هاي الرواتب، اختلاق المشاكل الى اخره والجيوش. وقلت لك اضرب لك مثل، بالعراق قبل 2003 كان عدد الموظفين كل عموم العراق 825، حتى لو 1000 حتى من ضمنهم الجيش، حتى لو يزيد العراق زاد ضعف، يعني ذاك الوقت يمكن 25 مليون 50 مليون خلينا نقول 1600. المشكلة بإعادة توزيع الرواتب، إنه لا تشوف رواتب، هي القيادات الفوق تأخذ امتيازات هائلة لا توجد في العالم كله، سواء وزراء، مسؤولين، رؤساء أحزاب إلى آخره، تأخذ امتيازات هائلة. وثم يشاع أن هناك رواتب تدفع إلى فضائيين وغير عراقيين. مهم، يعني هي قضية مباحة، ميزانية مباحة، أموال النفط، لكن راح ترد سلبا عليهم. ولذلك هاي 7 ملايين أغلبهم في سن العمل وأغلبهم من الشباب، يحتاجون إعادة تأهيلهم، إعادة هيكلة كل القطاع الحكومي، تحويل جزء منهم إلى قطاعات إنتاجية. يا أخي علموهم أشياء جديدة في الزراعة، في الصناعة، في التجارة، في ولذلك لا يمكن الآن المساس بهذه 7 ملايين، لأنه عواقبها حتكون كبيرة لعدم وجود فرص أخرى، وهو أصلا جوعان. لكن الحل إعادة التأهيل مثل ما سوت إعادة الهيكل كثير من البلدان، حتى ذولا نضمن مستقبلهم، وبالتالي عراقيين ومجبور على لقمة العيش حتى يعيش عائلته وأطفاله، وفي وضع لا يوجد به أي خدمات وأي امتيازات. نعم. بعيدا عن الموانع السياسية، من الناحية الاقتصادية، استثمارية، مالية، تشريعية، ما الذي يمنع استثمار هذه الرواتب لهؤلاء 7 ملايين موظف الحقيقي والوهمي في دوائر الدولة، ودفعها وضخها في مشاريع استثمارية لخلق عمالة منتجة بدل التوظيف الحكومي؟ أتكلم بعيدا عن الدافع السياسي، من الناحية الاقتصادية، تشريعية، مالية، استثمارية. شوف، واجب الدولة خلق العمالة، وإذا بطالة واجب الدولة أن تسوي أنظمة اجتماعية في كل العالم. هذا تجد الأردن البسيطة تلقى ضمان اجتماعي للبطالة إلى آخره.
لكن أنه تجي توظف الجميع بدون مؤهلات وتساوي كما يقولون القرعة والشعر مع احترامي ما يجوز. أنت الآن كحكومة ترجع إلى أساسيات الاقتصاد في مواجهة أزمة اسمها عدم وجود فرص عمل، واجبك أن تخلق فرص العمل، بس مو بهذه الشكلية. هذه الشكلية نشوف نتائجها رشوة وعدم انضباط وفوضى. حاول إعادة تأهيل هاي 7 ملايين، لأن هم دولة ثروتك، دولة مواردك البشرية. موارد النفطية هي الموارد المالية، هذه موارد تنتهي، لازم تخلق قطاع غير نفطي، قطاع إنتاجي. يا أخي أنت عندك أراضي، عندك مجالات مواد خام، عندك اشغلهم، سوي لهم دورات، واحد تعلم خياطة واحد. حتى والمواطن لازم يأهل نفسه، يعني هو جانبين، جانب الدولة وجانب المواطن، اجبره يتعلم مهنة. يعني هسه كثير من الناس ما تكتفي البكالوريوس، يروح ماجستير، يروح دكتوراه. نفس الشيء بالعمل، انت ما تريد تطور مهاراتك، هسه الدولة تدفع لك راتب 500 و600 وروح مليون، بس التضخم، التضخم راح يمتص ويتاكل. لازم تتعلم مهنة، الحرف والمهن جدا مهمة. اذا هو اداري يروح في مجال التقنيات، ويروح في مجال اللغات، ويروح مجال التسويق الالكتروني. تعال شوف المصريين شلون يواجهون هذا الموضوع رغم شعب 100 مليون. تعال شوف تركيا شلون يواجهون. يعني الانسان هم هو لازم يجبر الدوله، الى ان راح يشوف دخله هو اعلى من دخل الدوله راح يترك، وحتى فكره ولا راح يتغير. يعني هم ماسكين الناس بهاي قصه الراتب، من ما تحتاج راح يصير عندك فكر، عندك قدره. ويعني بصراحة الحسابات في العراق مع الأسف قالها دكتور رافع لا يوجد تخطيط. الناس الآن تستشرف المستقبل، ل50 سنة تخطط، تخطط ل30 سنة. يعني من يقول النفط مستمر لفترة طويلة؟ مش شفنا صار 25 دولار؟ يعني من ما يقول إن هناك أزمة قادمة دكتور؟ هذا اللي موجود الآن، هذا العقل الحكومي صاحب القرار الحقيقة يعاني من انعدام المستشار الاقتصادي، العقلية الاقتصادية العراقية الذي أو التي توجهه باتجاه طريق علمي مستند إلى معطيات علمية اقتصادية، أم القضية مرتبطة بالإرادة السياسية الموجودة تحكم في العراق؟ هل هناك أمية اقتصادية في العراق، أم القضية هذا التغول السياسي، تغول ميليشيات، لا أدري يعني إيش أسميه؟ لا هو شوف العقل الاقتصادي لا يزال بعض زملائنا موجودين مع الأسف، قسم منهم نسمع يعني رغم تحصيلهم العلمي وكانتهم يعني ماشي الموج وينطي آراء غلط. لما يقولون العراق حقق أعلى معدل نمو في المنطقة أو مدري، حقق معدل نمو بقطاع النفطي مو غير النفطي، شيل النفط صفر. أخي نسبة مساهمة قطاع الزراعة والصناعة 2% و3% تجي من الرسوم، و95% وأكثر جدي من النفط حتى هاي النسب. هذا يعني بس النفط. طيب هي قضية أعتقد يعني سميها إرادة سياسية مقصودة إبقاء هذا البلد بدون هيكل إنتاج إلا 20 سنة. أنا أذكر بالسبعينات من ارتفع سعر النفط 73 أعتقد 74 صارت تنمية سموها انفجارية. 3 سنوات هذا اللي تشوفه من فنادق ومن طرق ومن بإيرادات النفط اللي كانت ارتفع سعر النفط إلى 36 دولار. حقق العراق 30 مليار 40 مليار فائض، استثمروا منها جزء، وثم يعني الأمور طبعا صارت حرب وتوقفت. حقق العراق تنمية سموها التنمية الانفجارية، ولو التسمية خطأ لا يجوز تسمية التنمية بالانفجارية. بعض القسم دي يتونس بهذه التسمية، اقتصاديا لا يوجد. الاقتصاد هو علم متدرج متوازن وليس انفجاري. مهم صارت التنمية، أعتقد الكل عايشين بالعراق يجنون لحد الآن ثمارها، اللي هي دور السكن والشوارع والفنادق. وثم نشأت أعتقد مديرية العامة للتنمية الصناعية على ما أذكر حكم الغار، يعني ذاك الوقت كانت تجيب مشاريع متكاملة تعرضها ويجوا مستثمرين وتعلمهم قبل ما، وتقسم منهم وتبعثهم. أخي المطلوب منهم أن هناك هيئة في هذا البلد هي هيئة المشاريع المبتكرة والإبداعية، يسوون هم المشاريع عرضوها على الناس. يعني ألمانيا شلون بدأت؟ بدأت ألمانيا بعد الحرب بمعكوس دالة الاستثمار. يعني هو دالة الاستثمار شنو؟ أنه الدخل يجي يروح للاستثمار.
دكتور أشكرك وأسف لأنه بقى لنا وقت شوية قليل. دكتور رافع الفلاحي، بهذه الرواتب التي تقدم إلى هؤلاء السبع ملايين موظف، إلى أي حد ستؤجل سترجع هذا الانفجار الشعبي القادم كما سمت ممثلة الأمم المتحدة في العراق؟ هل سيكون طوق نجاة لقوى العملية السياسية أم فقط عملية تأجيل ليس إلغاء؟ هو الحقيقة قضية تأجيل ليس إلغاء، لأنه أنت أن تلغي هذا الموضوع يجب أن يكون عندك بدائل. البدائل تتعلق بسؤال مهم جدا ويعني وضروري جدا، هل العراق الآن يعني منذ عام 2003 إلى الآن هو بلد ممكن أن يكون بلدا صناعيا أو بلدا زراعيا، يعني يتجه إلى الصناعة، يتجه إلى الزراعة، ينمي زراعته، يصنع، يوجد صناعة جديدة؟ هذا الموضوع نهائيا هذه غير موجودة، غير محسوبة، بدليل أنه دمرت الصناعة كلها، دمرت المصانع كلها وفككت ونوهبت، والزراعة هذا حالها، وصلنا إلى الأسواق مفتوحة، وكل الدول الإقليمية وأولها إيران ودول غيرها وجدت في العراق سوق مفتوح للبضائع وحتى إنتاج أي إنتاج كان زراعي صناعي، حتى الإنتاج البسيط من القطاع الخاص لا يستطيع أن ينافس في السوق لأن ماكو دعم للمنتج الوطني محلي وطني، ما لا يوجد دعم، فأنت تنزل إلى السوق تخسر خسارة كبيرة لأن المنتوج المستورد من الخارج أقل سعراً ومتوفر بكميات كبيرة وبالتالي ما تقدر تنافس، لذلك حتى من كان يرغب في الإنتاج زراعي صناعي أي شيء لم يعد ينتج حقيقة. فإذا توجه العراق للصناعة والزراعة هذا معدوم، هذا البديل غير موجود. البديل الجاهز أنه عندك 7 ملايين موظف ممكن يصيرون 10 ملايين موظف. السؤال طيب ماذا على الأجيال القادمة؟ ما هو هناك مئات الآلاف تضخ الجامعات في سوق العمل بدون لذلك عمل. حدثك الدكتور سعد قبل قليل قال لك أن التضخم سيزيد، أنه هذه الأسعار هذه اللي دي أخذها الآن نص مليون دينار يأخذ راتب، هذا بعد 5 سنوات بعد 6 سنوات لن تكفي شيئا، لأنه الإيجار الآن دكتور هناك معاناة بعد خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار. نعم الآن أنت عندك 12 مليون تحت خط الفقر من العراقيين يأكلون من المزابل، فأنت بعد 2 3 هذا الراتب لا يكفي لشيء، لا يكفي لدفع إيجار السكن لأن أنت عندك أزمة سكن كبيرة جدا وستتفاقم، لا يكفي لمواصلاتك، لا يكفي لدراسة أبنائك، لا يكفي لملابسك تطبيبك، فبالتالي ستطلب أكثر. هل الدولة ستضخ عليك؟ الحكومات ستضخ أموال أكثر مع زيادة عدد والضغط من الأحزاب والقوى لزيادة التعيين، هل ستضخ أموال أكبر؟ إذن أنت أين سيؤدي ذلك؟ سيؤدي إلى الانفجار لأنه لا يستطيعون الأموال التي تأتيهم، وإذا ما انخفض النفط وهذه سلعة قابلة وقلناها وقولها كله سلعة قابلة لأن تنخفض وترتفع، هذا لا تستطيع أن تعتمد على سعرها، هذه غير ثابتة، فبالتالي أي انخفاض سيؤدي إلى كارثة كبيرة، والعراق منهم من يستدين وشلون من يسدد، فبالتالي ستؤدي إلى كارثة، والكارثة مؤجلة والقنبلة ستنفجر في أي لحظة. في ختام حلقة الليلة من طاولة حوار لم يتبقى إلا أن نشكر ضيفيها وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي كان معنا هنا في الاستوديو، ونشكر أيضا ضيفنا الدكتور سعد محمد عثمان الخبير الاقتصادي الدولي وكان معنا عبر تطبيق زوم، كما أشكركم مشاهدين الكرام وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.